وموقف أخير في الجلسة هذه كان من ضمن طلاب اسمه واحد كاسترا، الشايب كاسترا. شايب كاسترا، شايب كاسترا كان عمره 85 سنة، ما شاء الله، يعني أقول 80 لـ85 سنة، كاسترا ما طويل في السن، قصير كذا زين، لكنه يعني تعطيه تقييمه 50 60 سنة عجيب. تقييم عمره. فكان يتكلم بصوت قهوري كذا، وصوت كأنه عسكري كان باين عليه، يقول لي سرسيه أشطة، يعني باكر أنا ما أجي الكلاس، ما أجي الصف هذا. أيوة. قلت له ليش كاسترا ما تجي؟ قال لي متعولين كل سنة نتسلق جبل أنا وزملائي، فبكرة جبل، فبكرة موعد تسلقنا للجبل. 85 سنة، 85 سنة، يقول بكرة نتسلق الجبل. فأنا ضحكت في خاف نفسي واستكبرت يعني، فحييته قلت له أنت في السن هذا؟ قال لي لا لا العمر طويل، أنا شو اسمه إنزين، والحمد لله في صحة وش اسمه، سبحان الله إنزين، نقول thanks God يعني بالثقافة اللي علمت منها فيها، الحمد لله الحمد لله. فنغلطت فيهم thanks God وكم كامي ساما كما يقول هم بالياباني. فأقول لشبابنا اللي عمرهم 25 30 45 50، يعني أنتم ما قادرين يعني تمشيوا وتصلي في كرسي، وإذا قيل لكم ذاك وطعتم رايمين، وهذا سنه 85 سنة، وإذا طول الإمام شوي في الصلاة، وإذا طول قال لك عاد خشر ركبنا كما يقول إنزين. وهذا ترى الجيل اللي كلمت عنه ما كاسترا بس، هذا كل الجيل هذاك ومعظم اليابانيين بطريقة صحية يعيشوا، إلا قد يكون جيل جديد نغزلت فيه الأحضار الغربية والأكل الغربي، جميل. فصار ما يتأثر.